دور الشباب أيضا في هذا الموضوع دكتور؟ بالضبط، هو يمكن احنا قاعدين نركز على موضوع انه هي المرأة اللي ممتنعة عن الدخول في تجربة الزواج، حتى لو آمنا انه هي تجربة طبيعية او واحدة من ضروريات الحياة، بالرغم انه آخر جملة قالتها الدكتورة قد تكون تشير إلى أنه هذه الضرورة أصبحت ليست أساسية، هي ضرورة نعم، لكن بدأ يصير تسلسلها الرابع أو الخامس بالوقت اللي كان في وقت من الأوقات في فئة عمرية تعتبر أنه هذا الشيء الأساسي. خلاص أنت خلصت دراسة لازم تدوري لك على عريس عشان تكوني أسرة عشان يصير عندك، وإذا وكل السيناريو اللي الكل يتكلم عنه. الآن الأمر تغير، مش بس لأنه المرأة تغيرت يمكن، ومش بس لأنه صار في نضوج في المجتمع بحيث أنه صارت عملية الزواج مش مجرد عملية اقتران فقط، لازم يكون عملية تكامل أيضا.